حياة المشاهير، بنقرب لك النجوم. حمدي السخاوي. الرجل الأجنبي أو الخواجة، نظراً لملامح وجهه التي تقترب إلى حد كبير من الأوروبيين، بعينيه الخضراء ووجهه الأبيض وشعره الأصفر. اسمه محمد سالم علي السخاوي، ولد في 1 يوليو سنة 1955. بدأ مسيرته الفنية في منتصف الثمانينات من القرن الماضي من خلال سهرة تلفزيونية أحلام قديمة. تركزت غالبية أعماله في الدراما والتلفزيون، حيث قدم أعمالاً عديدة ظلت محفورة في ذاكرة المشاهد المصري، أشهرها من أطلق الرصاص على هند علام، الصعلوك، لا أحد ينام في الإسكندرية، والملك فاروق. كما شارك في عدة أفلام سينمائية ناجحة مع عدد من نجوم الفن السابع، منها هي فوضى، وعلى جنب يسطى، محترم إلا ربع، بوشكاش، الزمهلاوية، المنسي، الناظر، عمارة يعقوبيان، عيال حبيبة، وصعيدي في الجامعة الأمريكية وغيره. جانب مشاركته أيضاً في السيت كوم الشهير مع النجم أشرف عبد الباقي. كان آخر أعمال الفنان الراحل مشاركته في مسلسل هي ودافنشي مع النجمة ليلى علوي والفنان خالد الساوي، والذي عرض في السباق الرمضاني عام 2016 وحقق نجاحاً كبيراً. وبحسب تأكيد نجل مؤمن لليوم السابع، الذي أوضح أن والده لم يكن يعاني من أي متاعب أو أمراض مزمنة أو غيرها، وأنه كان يتمتع بصحة جيدة للغاية. وأضاف نجل الفنان أن والده كان في المنزل واستيقظ من نومه وأدى صلاة العصر، وعقب انتهائه منها جلس في صالة المنزل، وفوجئت الأسرة بأنه لا يتحدث ولا ينطق، ليكتشفوا أنه فارق الحياة عقب الاستعانة بأحد الأطباء، الذي فسر الأمر بأن الوفاة جاءت نتيجة لأزمة قلبية مفاجئة. فارق حمدي السخاوي عالمنا يوم الاثنين الموافق 18 يوليو 2016، تاركاً وراءه أدواراً لا تنسى في تاريخ الفن. إذا أعجبك الفيديو أخبرنا في التعليقات، واضغط زر الإعجاب، واشترك في القناة، ولا تنسى تفعيل الجرس ليصلك كل جديد لدينا.